السلام عليكم اخوان، صافا لاباس بخير، كلشي مزيان. اليوم غنهضر على واحد السؤال كيطرحوه بزاف ديال الناس. اما احسن واش ريزيرفاسيون ديال لوطيل اولا شهاده الضيافه من البلاد الاخرى، من الصبليون اولا من فرنسا ولا من ايطاليا؟ الا كانت الصبليون اولا فرنسا، انا تنفضل تجيك ايبرجمون من فرنسا. الصبليون الاغلبيه ديال الناس الكبار اللي ما موالفينش الفيزا وكيدفعوا باتيساسيون ديبرجمون، الاغلبيه كترفضهم الفيزا وهذا الشيء راه معروف. و90% 95% اللي كيمشيو يسافروا للصبليون كيديروا ريزيرفاسيون ديال لوطيل، هذا من جهه. اما بالنسبه لفرنسا تيقول لك اما احسن خويا الا عندك فلوس وما باغيش تمشي عند العائله وعندك دوسيك مزيان، ريزيرفاسيون ديال لوطيل هو احسن 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 حاجه تقدر ديرها الا ما بغيتش تمشي عند العائله مثلا. اما الناس الكبار اللي عندهم ولداتهم تما مثلا عندهم جنسيه ولا ما عندهمش، وكان من 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 حقهم مثلا يصاوبوا ديك اتيستاسيون ديال شهاده الضيافه، من الاحسن يصاوبوا لك شهاده الضيافه وصيفطوها لك. هذا لا يعني انه غتاخذ الفيزا، وانما واحد 90 95% تقدر تاخذ الفيزا حيت كتعاونك فين تجلسي، خصوصا الا كان وليداتك او اخوك. اما الناس الاخرين اللي ما عندهمش عائله عادي ممكن يديروا ريزيرفاسيون ديال لوطيل وما كاين حتى مشكل نهائيا، بالعكس خصها تكون غير ريزيرفاسيون كونفيرمي ديال بصح وتزيد معها حتى ريزيرفاسيون بيضاوي. كاينين واحد الفئه قليله ديال 5% كانوا موالفين كيدفعوا الفيزات وكياخذوا 3 سنين 4 سنين، هادوك بعض المرات ما كيطلبوش ليهم لوطيل، ما كيطلبوش ليهم ريزيرفاسيون ديال بيضاوي، هادو يقدر يدير غير شي اوتيل ولا شي ادري ديال شي حد تما، حيت هو واحد 20 30 عام موالف كيدفع بهذيك الطريقه ما كيديرش لوطيل. ولكن الناس الاخرين الناس الجداد مثلا هذوك 90% الاخرين اللي مثلا باغيين يديروا لوطيل ولا 95% ضروري خاصك دير معاك ريزيرفاسيون ديال لوطيل وتكون كونفيرمي، وهي ريزيرفاسيون ديال الطياره ونفس التواريخ. ومن الاحسن مثلا فرنسا في الرباط تاريخ السفر بدا 15 يوم مورا الرونديفو ديالك، هما تيقولوا لك 15 يوم مورا الرونديفو. واحد الحاجه الاخوان، الناس اللي عندهم عائلات ديالهم في فرنسا كما قلت لكم الا كانت لي بيرجمون غيكون حسن، ما كانتش هادشي وقتاش تقدر تصيفط لي بيرجمون لشي واحد من العائله الا ما كانش مثلا خدام هنا وما عندوش واحد المدخول قار، مثلا عندك الوالده ديالك هنا ما خداماش والوالد عنده مثلا تقاعد لنفصاري، هنا تقدر تساعدهم بهذاك الاتيستاسيون دي بيرجمون، حيت الا داروا لوطيل الفلوس ما كافينش، هما تيخصك 120 اورو الليله، تيشوفوا هما الطوسي تيشوفوا باللي مثلا الحاج يقدر يكونسومي واحد 20000 درهم في فرنسا، هو مثلا تيدخل ليه واحد 5000 ولا 6000 درهم في التقاعد، هنا تيقدر يكونسومي اكثر من شهر في هذيك السيمانه في فرنسا. من الاحسن تجي شهاده الضيافه من ولده اولا من بنته، غيكون احسن. وهاد لي بيرجمو هادو الاخوان الناس اللي كيتابعونا من فرنسا، هادوك الوريقات اللي كيطلبوا لك باش تصاوب شهاده الضيافه، ملي صيفطت هذيك الشهاده الضيف صيفط مع دوك لي زامبو لي كونطرا ديال الكرا ولا مثلا الملكيه ديال الدار لي غولفي بونكار لي بولتان دو باي لي فاكتور ديال الموطو والتليفون، حتى هادو صيفطهم يتحطوا في الطوسي تاع عقد الزواج وحاله مدنيه الا عندك، الناس اللي عندهم جنسيه او عقود الزياد ديال الدراري هادو من الاحسن يكونوا. اما الناس العاديين اللي موالفين كيدفعوا بالريزرفاسيون ديال لوطيل ما كاين حتى مشكل نهائيا وما كاينش الفرق بالنسبه ليهم هما، بالعكس ملي كتكون مثلا ميسر هنايا وعندك سالير مزيان راه الا جاتك شهاده الضيافه راه كتحيد عليك فلوس لوطيل، سينو راه انت عندك الفلوس باش تقضي ديك المده ديال السفر. واحد الحاجه عاوتاني غادي ندوي لكم عليها، هي الناس اللي مثلا تيدفعوا كونت خاوي، كونت ما فيهش فلوس بزاف وموالفين الفيزا، هذا موضوع واحد اخر غادي ندير عليه فيديو بوحديتو، حيت بزاف ديال الناس كيصحاب لهم واش الا كنتي موالف الفيزا تقدر تدفع غير ب 1500 درهم في الكونت راه غادي يعطوك الفيزا، هاد الايام صرا ولاو مزيرين يقدو يعيطوا لك ولا شي حاجه، هذا غندير عليه فيديو بوحديتو وشنو اللي تيوقع شنو تيوقع مؤخرا سواء بالنسبه لفرنسا ولا اسبانيا. المهم الفيديو ديال اليوم اللي هضرنا عليه قلنا لوطيل اولا ايبرجمون بالنسبه لفرنسا، كانت عندك عائله تما غيكون حسن الا درتي الاتيستاسيون دي بيرجمون، ما كانتش لوطيل حتى هو راه خدام. بالنسبه للناس ديال الصبليون نصيحه من عندي، الناس الكبار اللي ما موالفينش الفيزا ماشي الناس اللي كتدفع شحال هذه بشهاده الضيافه، من الاحسن الا كان حيت هما الصبليون اغلبيه ديال الناس والديهم هنا ما خدامينش الاغلبيه،
نقدر نقول لك حتى 80% ما خدامينش، يعني ملي كيعطيهم داكشي على الضيفه كاين كاينه شي حاجه تما، واش كي تيصاوبوا بريخات ولا شي حاجه، ولا الناس كيجلسوا لهم تما كيرفضوا لهم. ولكن الا كان الانسان هنا خدام ولا ديك خدامين هنايا، راه تقدر تصيفط لهم ايباجمون وياخذوا الفيزا بدون ادنى مشاكل، حيت اصلا هما مستقرين هنا ما غيلقاوش مشكل. والناس اللي ما عند الناس الاخرين ديال الصبليون اللي قلت لكم الاغلبيه كيدفع بلوطي، وتكون غير ريزيرفاسيون ديال لوطي كونفيرمي. هادشي اللي كان الاخوان، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.